عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ مزيان. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي احسن الظروف وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو ديالي. البنات، اليوم فيديو جديد معكم ان شاء الله. فيديو غادي نشارك معكم فيه واحد تحليه رائعه 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 بزاف. وعلى فكره البنات، جيت باش نرحب بالبنات اللي دخلوا عندي جداد للقناه. مرحبا بكم، مرحبا بكم، والف مرحبا. ومرحبا حتى بالبنات القدام اللي عندي حتى هما في القناه، مرحبا بكم. وكما قلت لكم، فيديو جديد ان شاء الله معكم. اليوم جيت باش نشارك معكم واحد التحليه كتجي هائله ورائعه البنات، وغنشارك معكم واحد الطريقه، عفوا، كنديرها في الحوت، حوت كفته. المهم انا ما غنحرقش معكم المراحل، خليكم معايا وشاهدوا معايا لا فيديو وشوفوا شنو غادي نديرو وكيفاش غادي نصوبوا هاد التحليه وغنصوبوا هاد الحوت. وباش نبشركم ان هاد المكونات او هاد الاكلات بجوج بهم يعني باقل ثمن، وكيجيو زويبنين وتيحمروا لك وجهك مع العائله ديالك ومع الضياف ديالك. يلا البنات، خليكم معايا وما تمشيو فين، خليكم معايا تتكملوا معايا الوصفه ديال الفيديو بالنسبه لهذا التحليه والحوت. وديك الساعات ان شاء الله انا نرجع معاكم. يلا البنات، خليكم معايا. المهم البنات، هانتوما كما كتشوفوا معايا، قبل ما ندخل الكوزينه ديالي، اول حاجه غادي نسبق بها، غادي ندوز واحد الجفيف على الدار بعدا، ونجمعها وندخل الكوزينه ديالي، نغسل الميعنات ونجمع الكوزينه ديالي على حقها وطريقها، وعادي ان شاء الله غادي نبدا باش نوجد الشهيوات ديالي. راكم عارفين دابا بالنسبه للشهر الكريم، شهر رمضان، كتكون روينه بزاف، وتيكون هذا انا كنفضل انني نجمع الدار ديالي هي الاولى، ونجففها، نقادها، وندير شويه ديال سانيكروات، قرائح زوينه في الدار، نطلق شويه ديال هذا ديال سرغينه او الريحه تبقى. المهم كتبقى رائحه زوينه في الدار، وعاد من بعد كندخل كنبدا الشغل ديالي. ها انتم البنات كما شفتوا، انا جمعت الكوزينه، ضربتها بغسله الماعن ومسحت كما كتشوفوا الحداقه الحداقه. وعاد دابا غادي نبدا معاكم ان شاء الله التحليه ديالي. يلا البنات، خليكم معايا وما تمشيو فين. ها انتما البنات، بالنسبه للتحليه ديالنا كما كتشوفوا معايا هنا عندي، غادي بالنسبه شنو غادي نحتاجو في التحليه، غادي نحتاج حامضه اللي غادي نشدها وغادي نحكها مزيان، غادي نحك غير القشره ديالها وخلاص. العصير ديال داك الحامض غادي نحتاجوه من بعد. بالنسبه للقشره البنات، غنحاولوا اننا نحكوها غير من الفوق، ما نهبطوش على، ما نقيسوش هذا البيوضه يعني القشره اللي كتكون بيضه، كتطلق لنا المروره. غادي نحكوها غير من الفوق مزيان. مهم نحاولوا اننا نستعملوا ديك القشيره ديالنا كامله، ومن بعد غادي نجيب اطر ديال الحليب وغادي نزيدو على القشره ديال الحامض. على فكره البنات، بالنسبه لهاد الكميه اللي شاركت معاكم، انا هاد الكميه تقريبا خرجت ليا 10 ديال الكيسان حتى ل 12 كاس. بالنسبه للناس اللي يعني العائلات اللي تيكونوا صغارين وما تبغوش كيسان، يعني ما تبغوش التحليه تكون كثيره، يمكن لكم تستعملوا نصف الكميه اللي استعملت انا، يعني غير نص لتر ديال الحليب. وبالنسبه لنص لتر ديال الحليب راه تقريبا تيخرج 4 حتى 5 الكويسات البنات. دابا البنات غادي نزيد السكر، السكر سنيده ديالي، انا زدت تقريبا 4 ديال المعالقات ديال السكر، ولكن نتوما دائما على حسب الذوق ديالكم. الا ما كنتوش كتاكلوا الحلاوه بزاف، يمكن لكم تستعملوا على قد الحلاوه اللي كتاكلوا. ودابا البنات غادي نزيد النشا، تقريبا غادي نزيد جوج معالقات ديال النشا كبارين. ها نتوما كما شفتوا معايا، كما قلت لكم البنات، الا كنتو بغيتو تستعملوا نصف الكميه، يعني راه غتستعملوا غير معلقه واحده ديال النشا مع معلقه واحده ديال النشا مع نص لتر ديال الحليب. صافي البنات، دابا غادي نزيد، غادي نخلط المكونات ديالي. وبالنسبه لواحد القضيه البنات، النشا حاولوا انكم تخلطوه على الحليب بارد، ما ديروش فوق البوطه، تتخلطوا المكونات ديالكم كاملين عاد ديرهم فوق البوطه يغلي واحد شويه. دابا البنات غادي نزيد فلو ديالي. بالنسبه للفلو، انا استعملت فلو كراميل،
غادي نزيد حبة ديال فلو وغادي نحرك المكونات ديالي مزيان حتى ينجمسوا مع بعضياتهم، وغادي نديرهم فوق النار على نار هادئة، هي العافية يعني البوطة شاعلة على نار هادئة، وانا كنحرك في المكونات ديالي ونحاول معاهم باش ما يلتصقوش ليا تحت الكسرونة ديالي. صافي انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه البنات، ومن بعد غادي نجيبو هذا الكويسات فاش غادي نديرو التحليه ديالنا باش غادي ندخلهم للثلاجه تقريبا ساعه هكاك. انا خليتهم تقريبا ساعه على ما تجمعوا لي المكونات ديالي وعاد سميتو وعاد هذا وعاد خرجهم باش زدت عليهم الكريمه الثانيه. دابا البنات غادي نعصر الحامض اللي عندي، دوك الحامضه البنات اللي حكيتها انا شديتها وعصرتها مزيان، غادي نعصرها. هذاك العصير ديال الحامض البنات غادي نستعمله في الكريمه اللي غادي ندير فوق التحليه مني غادي تبرد ليا. يلا البنات خليكم معايا وما تمشيو فين. المهم البنات انا درت الحليب ديالي فوق البوطه دابا وغادي نبقى كنحرك على هذه الطريقه هذه غير بشويه بشويه باش كما قلت لكم ما تلتصقش ليا المكونات من تحت. دابا البنات من بعد ما طابت ليا يعني كنبقاو مستمرين بحال الا غنطيبو فلو عادي، يلا كيبدا يغلي لنا الحليب كنحيدوه. دابا البنات انا جبت كويسات غادي نعمر فيهم هذا ديالي وسميتو الحليب ديالي مع المكونات اللي زدت عليه، وغنحشيه نخشيه في الثلاجه على ما يبرد، وديك الساعات ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نكمل معكم الطريقه ديال الفلون ديالي او لا ديال التحليه ديالنا اللي تجي رائعه البنات. ها انتم البنات دابا ان شاء الله غادي نبدا باش نشارك معكم الطريقه اللي كنخدم بها انا الحوت. عندي هنايا الحوت السردين اللي شديته وغسلته مزيان وحيدت ليه السنسول، يعني داك السنسول ديالو كامل حيدناه ونقيناه مزيان وخليناه حتى قطر مزيان من الماء. ودابا البنات غادي نبداو باش نشارك معكم المكونات اللي غادي نحتاجو بالنسبه لهاد الحوت ديالنا اللي تيجي حتى هو رائع البنات، وكنصحكم انكم تجربوه. اول حاجه البنات غادي نستعملوا الزيتون مقطع، بالنسبه البنات الزيتون مقطع الا بغيتو تطحنوه في الهشوار طحنوه، بغيتو تخليوه هكاك يعني مقطع يمكنكم حتى تطحنوا كلشي ومن بعد تخلطوه مع الحوت ديالكم. غادي نزيد جوج معلقات كبار ديال الهريسه، وبالنسبه للهريسه البنات حتى هي كتبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني الا ما كانش كيعجبكم الحار بزاف يمكنكم تستغناو عليها، وراكم عارفين ان الهريسه كتكون فيها شويه ديال الملحه، يعني حتى الملحه ما تكثروهاش البنات بزاف باش ما يجيكمش مالح. غادي نزيد البنات فلفله حمراء اللي هي التحميره، وغادي نزيد الثومه، درت بجوج فصوص ديال الثومه كبارين البنات. بالنسبه للتوابل يعني التوابل على حسب الذوق ديالكم، كاينين الناس اللي ما كتعجبهمش الثوم بزاف، كاينين الناس اللي ما كتعجبهمش هريسه يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش تستغناو عليها، يعني داكشي على حسب الاختيار ديالكم. دابا البنات هنا راني زدت القزبر ومعدنوس وزدت حبه ديال البصله اللي جوج حبات ديال البصله صغارين اللي شديتهم وقشرتهم، وغادي نزيدهم مع المكونات، وزدت خلاص الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار. دابا غادي نطحن المكونات ديالي كاملين في الهشوار. البنات انا ثاني مره كنشارك معكم هاد لا ماشين اللي زوينه 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 بزاف وكتنفع البنات قسما بالله، انا الى ريحتني في هذا الشهر الكريم ديال رمضان يعني كنخدمها في بزاف ديال الحوايج كتنفعني كتنقص عليا تماره بزاف. المهم البنات انا غادي نطحن المكونات ديالي وغادي نرجع معكم من بعد، خليكم معايا وما تمشيو فين.
اما البنات انتما كيما شفتوا معايا من بعد ما طحنا المكونات ديالنا كاملين، دابا غادي نجي باش نبدا نكور الحوت ديالي. بالنسبه للطريقه ديال الحوت انتما كيما شفتوا معايا كنديروا بحال الكفته، يعني كنديروا على طريقه الكفته، وانتم حرين يمكن لكم ديروه مدور اولا هكا طويل، انا تيعجبني هكا طويل. من بعد ما جبت لاطه ديالي الفران شديتها ودهنتها بشويه ديال الزيت، ودابا غادي نبدا باش نستفو على هاد الطريقه هذه. بالنسبه لي انا البنات كتعجبني صراحه معاه مطيشه مشويه وفلفله، من بعد ما قطعته بعد ما صوبته هكا على هاد الطريقه، جبت مطيشه وقطعتها وجبت بس هادي جبت فلفله حتى هي ودرتها لهم مع الجناب، واخا كطلق واحد شويه ديال الماء ولكن كتعطي واحد المذاق رائع رائع البنات. المهم هانتوما كيما شفتوا معايا انا غادي نستمر على هاد الطريقه هذه، ومن بعد نتلاقاو. يلا البنات خليكم معايا وتبعوا معايا لا فيديو. المهم البنات انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه، وغادي نحمر اللاطه ديالي، ومن بعد غادي نزيد عليها مطيشه ومقطعه هي والفلفله مع الجنب، ومن بعد غندخلهم الفران. غادي تحمر نشعل الفران من الفوق ومن التحت حتى يتحمر لي الحوت ديالي، وغادي نقدمه معاكم. دابا البنات غادي نشارك معاكم الكريمه اللي غنديروا فوق التحليه ديالنا. بالنسبه للكريمه البنات غادي نستعملوا فيها الحامضة اللي عصرت معاكم، هي هذه كما كتشوفوا معايا. غادي هذا نزيد عليها الماء، انا تقريبا هذاك الكاس تما غادي يكون كاس ونص حتى جوج الكيسان ديال العلبه. وبالنسبه للكريمه ما فيهاش يعني ضايع بزاف، الا بقات لكم يمكنكم تستعملوها في حاجه اخرى. المهم غادي نزيد الماء ديالي في الكسرونه، وغادي نزيد عليه السكر سنيده. بالنسبه للبنات السكر سنيده كما كنقول لكم دائما على حسب الذوق ديالكم، اذا كنتو كتاكلوا الحلاوه بزاف يمكن لكم تستعملوا السكر سنيده بزاف، يعني على حسب الحلاوه ديالكم. المهم انا استعملت 3 ديال المعالق كبارين ديال سنيده سكر سنيده. بالنسبه للنشا غادي نستعمل جوج معالق كبارين ديال النشا. النشا البنات ضروري بالنسبه لهاد الكريمه هذه باش كتجمع لينا وكتجينا عاقده، ما خصهاش تجينا عاقده بزاف البنات، يعني تجي ما بين وبين. ها انتما البنات انا دابا غادي نحرك المكونات ديالي مزيان على هاد الطريقه، وغنديرهم فوق النار هادئه، وغنبقى كنحرك نبقى كنحرك غير بشويه بشويه حتى تيتجمعوا لي المكونات ديالي، ويعطيه واحد القوام، يجي يعني قوام ما يجيش خاتر وفي نفس الوقت ما يجيش جار، يعني ما بينه وبين، يعني قوام يجي شويه عاقد. بالنسبه للون البنات غادي نزيد ملون غذائي، نزيد واحد شويه راس المعلقه ديال ملون غذائي. بغيتو تستعملوه استعملوه، بغيتو تستغناو عليها البنات يمكن لكم تستغناو عليه، هو اللي تيعطينا اللون. بالنسبه لهادي لهذا بالنسبه للكريمه ديالنا، ها انتم البنات كما شفتوا معايا ها هي تخلطت ليا الكريمه ديالي، دابا غنديرها فوق البوطه على نار هادئه. يلا البنات خليكم معايا وما تمشيو فين. ها انتم البنات من بعد ما درتها فوق النار هادئه كما شفتوا معايا في البلاصه كتبدا كتجمع،
حاولوا البنات انكم ما تفرقوش معاها، هي فوق البوطه وانتم ما كتحركوا غير بشويه حتى تعقد ليكم، وهي راها مع فيها النشا ومع الحامض دغيا كتعقد في البلاصه، ما كتاخدش واحد الوقت طويل، يعني حنا كنحركوه هي كتعقد حتى تجمع لينا، ملي غنشوفوا القوام ديالها بدا كيتجمع راه حنا غادي نحيدوه. وهانتوما البنات من بعد ما خسرات ليا الكريمه ديالي جبدت الكويسات ديالي من الثلاجه، ودابا غادي نزيد عليهم طبقه صغيره ديال الكريمه على حسب الطبقه اللي بغيتو نتوما ولا حسب الكميه اللي خرجت ليكم، يعني نتوما راه عينكم ميزانكم، كل ما خرجت لكم كميه كثيره راكم غادي تهلاو في الطبقه ديالكم. المهم انا دابا غادي نعمر الكويسات ديالي وغادي نعاود نرجعهم للتلاجة. وبالنسبه للبنات يعني الا بغيتو تذوقوها نتوما حرين، وكلكم اي حاجه عجبتكم تذوقوها بها. البنات ها نتوما كما شفتوا معايا الحوت ديالي من بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذه الطريقه هذه، والله البنات الا تيجي رائع رائع البنات، وكيجي بنين رائع، كنتمنى انكم تجربوه. وهانتوما البنات انا زدت قليت واحد شويه ديال الحوت ديال حنا تنقولوا له الشطون اللي كاين اللي تيقولوا لانشوبه، زدت قليته باش نزيدو مع الحوت ديالي اللي درتو كواري. وهنا البنات شاركت معاكم شليضه اللي رافقتها مع الحوت، شليضه بالخضره بطاطا وخيزو والروز كاشير، مهم اللي متوفر عندي في البيت البنات راني درتو. بالنسبه للحوت ديالي حتى هو راه وجد وراه كما كتشوفوا جا على هذه الطريقه، حتى هو راه جا زوين البنات، ما نعاودش لكم على المذاق جا رائع، كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يكون عجبكم، وكنتمنى الفيديوهات ديالي كاملين يعجبوكم ويفيدوكم، وحتى التحليه ديالي راها وجدات حتى هي راه غنشاركها معكم. يلاه البنات شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم للقناه ديالي، وعلى المتابعه ديالكم من لا فيديو، واللي عجبو الفيديو ما ينساش انه يخلي لايك وخلي لي اشتراك، واللي غادي يزور القناه ديالي لاول مره ما ينساش انه يشترك معايا. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وخليوا لي كومونتير زوين الى عجبكم الحوت والى عجبتكم التحليه. يلا البنات بسلام عليكم ام القناه ان شاء الله في فيديو جديد.